كابتن عبد المنعم شطه، كابتن شطه نجم النادي الاهلي في السبعينات واحد نجوم كره القدم اللي ساهموا بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي. كابتن شطه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وعلى هواء مباشره، واحنا بنتكلم عن عائله الاهلي، عادات وتقاليد وقيم وحاجات كثيره جدا بتقال في هذه الفتره وفي هذا الحدث. اولا تعليقك على الحضور في مقر النادي والدعوه لنجوم الالعاب الجماعيه ونجوم كره القدم ورموز النادي. والله طبعا يعني حقيقه ده موضوع مهم جدا، يعني من اهم حاجه انه الخطيب تدارك انه في السنوات السابقه الاهتمام بالنجوم والليجنز والناس اللي هم ادوا للنادي الاهلي خدمات كبيره في جميع الالعاب كانت من ايام صالح سليم ومن ايام الفريق عبد العزيز البرتجي، كانت بنعملها على فترات متباعده جدا، لكن الخطيب الان في فترات وجيزه جدا استطاع انه يعرف مدى اهميه هذا الموضوع ومدى انه في لعيبه قدامى كثيرين يجب على في جميع الالعاب الرياضيه يجب علينا كنادي اهلي ان انا نحاول نتواصل معاهم، وهذا الموضوع انا شاركت فيه بشكل كبير جدا ان انا اعطيت لهم اسماء كثيره جدا ما كانتش في الحاضر لان انا عندي تاريخ النادي الاهلي، فجبت لهم احمد زايد وفاروق ضزوي وكان في كام لعيبه كده برضو حقيقه يعني ما استوفوش الشروط لانه انت عارف لو حاولت تجيب كل اللعيبه اللي موجوده ممكن يخشوا في 100 لاعب، فالخطيب عملها على فترات بحيث انه المعايير تكون موجوده بحيث انه كل الناس تشارك على فترات متباعده فوق ال 75 سنه ادى 10 مباريات مع النادي بتاعه 10 سنوات مع النادي بتاعه، فالحقيقه استطعنا ان نجمع كل الناس ديت حقيقه في يوم زي دوت، وبعدين في ناس كانوا حقيقه يعني طريحي الفراش زي كابتن عادل هيكل ومي عبد الحميد، خطيب راح لهم بنفسه وقدم لهم هذا التكريم الجميل انا بشكره جدا، واتصفد بحليم هذا التكريم. الحقيقه انا بشيد بالخطيب وبشيد بمجلس الاداره وبشيد بانه هذا الموضوع اهم حاجه الوفاء الذي يعني احنا بنتوقع في يوم من الايام نخش في نفس هذا الاطار، بدل ما كنا بنعمل ونجهد ان نحاول نكرم برضو ده موضوع برضو يعني هيرجع لنا احنا برضو كلنا كنجوم، انا شايف هنا اغلب النجوم موجودين مصطفى عبده والخطيب معانا ومصطفى يونس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك وكلنا موجودين وماهر همام وشريف عم لا جميع النجوم موجودين ومحمد يوسف، فانا بقول يعني احنا الحقيقه بهذا اليوم بنحيي النادي الاهلي واطمأنينا على مستقبل هذا النادي انه لن ينسى ابنائه، ودي حاجه طبعا انا بحيي بها مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب شخصيا. العادات والتقاليد والمبادئ كل دي مبادئ انت بترسخها للجيل اللي طالع جيل الشباب لما بتتكرم الرموز اللي ساهموا وكان لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي خلال سنوات كثيره، واسم عائله الاهلي يعني الاسم شامل امور كثيره جدا ممكن نتحدث عنها يا كابتن شطه. خطيب فكره عائله الاهلي دي انا بعتبرها من انجز الامور اللي هو الحقيقه استطاع انه يتبناها. الحقيقه الحاجه الثانيه برضو في لجنه معموله لمراعاه القدامى اللاعبين اللي هم حقيقه محتاجين اننا لرعايه، وده موضوع ثاني اخر برضو انا ومصطفى عبده هنشارك فيه بحيث اننا نحاول نشوف جميع اللاعبين اللي كانوا موجودين في جميع الالعاب الرياضيه حتى العمال وحتى الموظفين يجب علينا احنا نتابعهم، وده حقيقه ده كمان ده موضوع اخر مع عائله الاهلي بحيي في الخطيب. شكرا كابتن شطه وسعداء بوجودك معانا. شكرا جزيلا. مستمر معاكم.